الله يصبرهم والله يرحمهم والله يلطف فينا يا ربي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء. احنا كنتواجدوا حاليا في اخطر بحر في مدينه الدار البيضاء، لا اخطر بحر يقدر يعوم فيه الانسان، عين قديده، البحر اللي كيخلع العوام، البحر اللي كل عام خصو يدي شي واحد معاه. فالبارح هذا البحر هذا دا خمسه ديال الناس، غرق خمسه ديال الناس، لولا لطف الله سبحانه وتعالى والاقدار والمكاتب كانوا غيغرقوا بخمسه، يعني ثلاثه قدروا يجبدوهم وجوج للاسف داهم الواد ديال البحر ولحد الان باقي ما لاحهمش في منطقه عين قديده. يعني العائلات مساكن كلهم مخلوعين يعني على وليداتهم، الوقايه المدنيه جاوا بالجيتسكي تيقلبوا ما لقاوش، الصياده كذلك الله يجازيهم بخير طوعوا ودخلوا ما لقاوش، يعني للاسف وضع ديال هذه المنطقه هذه ما تيبشرش بالخير، لانها منطقه غير محروسه، فقط غير رئيس الوليدات الله يجازيهم بخير هما اللي مقابلين هنايا، والرئيس البارح تدخل وحاول يصيفط الناس اللي عتقوا، وفعلا عتقوا ديك ثلاثه الشباب اللي جبدوهم، وخرين جوج اخرين غرقوا. فإن لله وإنا إليه راجعون. يعني هنا منطقة غير محروسة، هنا منطقة غير محروسة. يعني دراري هما اللي كيطوعوا كيدخلوا باش يعتقوا الناس اللي غرقوا، لأنهم ما كاينش منطقة غير محروسة، غير الرئيس وليداته اللي جا معاه هنايا اللي كيدخلوا يصيدوا معاه، هما اللي كانوا جايبين وواقفين. فشوفوا معنا شنو واقع على مشاكل. يعني أجواء من منطقة غير محروسة، هذا هي أخطر بلاصة يقدر يعوم فيها الإنسان، أخطر بلاصة، يعني أخطر بحر كتسمى عين قديدة، في واحد بلاصة فيها الواد، هذاك الواد ضروري خصو يدي معاه الناس. فالبارح حتى خمسة دي ثلاثة جبدوهم الدراري، وجوج للأسف داهم البحر وعائلتهم ساكن راه مضمرة حزينة مقصحين ديال بصح. إن لله وإنا إليه راجعون. فنعاود نشدد الشكر للرئيس وليداتو اللي قدروا يجبدوا ديك ثلاثة الدراري. الوقاية المدنية جاو البارح وجاو اليوم، داروا الواجب ديالهم، دخلوا قلبوا بجيتسكي، رغم ذلك ما لقاو والو، البحر باقي ما لاحش جوجة، والبحر يقدر هذا البحر هذا بالضبط على حسب الاقوال ديال الرئيس انه كيلوح جوجه فاش كيهبط، يعني فاش كيمقاش بحر هايج كيرتاح عاد يقدر يلوح جوجه. للاسف الناس كيجيو يدوزوا الصيف كيصدقوا وليداتهم غارقين، فكنبغي نقول لكم ما تبقاوش تعوموا في شي بلاصه اللي غير محروسه، شوفوا الناس كاملين جالسين في هذا البحر ومنطقه فيه غير محروسه، راه ما كاينش ميتخ ناجور، راه غير الرئيس الله يجازيه بخير هو اللي كيرد البال للناس. راه ميمكنش، راه خاص ميتخ ناجور هنايا، بلاصة غير محروسة ما نجيوش ليها كاع. الرئيس الحمد لله راه ولد البحر، يعني عارف يتعامل مع البحر، رغم أن تاهي مكاتب ولكن يقدر يتعامل مع البحر، أما كيجيو وليد تيعوم ما عارفش، وليدات اللي غرقوا راه باقيين صغار ماشي كبار، يعني وليدات غير صغار. العمر ديال 10 سنين 8 سنين غرق. للأسف إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أخطر بلاصة مشاهدينا. يقدر يعوم فيها الانسان. الله يصبرهم الله يرحم العائله ديالهم. شي بلاصه خطيره بزاف. لهنا مشاهدينا في نهايه البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعه، لكم غير متاخر ان شاء الله موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.